زيزو بطل موقعه نادي الزمالك وسموحه بتسديده ولا اروع اهل بيها نادي الزمالك لدور الثمانيه لكاس مصر بعد اداء اكثر من رائع من زيزو بعيدا حتى عن الهدف. طبعا هدف بنتكلم عن هدف خرافي، واحد من الاهداف اللي كلنا بنشوفها في الدوري المصري، التسديدات اللي بالشكل ده وبالسرعه دي. طبعا هنتكلم على الهدف ويعني هحلله. ربما الناس كتير شافت ان هاني سليمان ما عملش اي ريفلكس او اي رد فعل في التسديده، ولكن ده كان مبرر. طبعا سرعه التسديده كان رهيبه بصراحه، سرعه التسديده اتشاطت بسرعه كبيره جدا 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 يعجز اي حارس على التصدي ليها. ولكن بعيد عن الهدف، اداء زيزو في المباراه فعلا كان لازم يقود نادي الزمالك للتأهل لدور الثمانية، رغم طبعا نادي سموحة كان البادئ بالتسجيل برضو بهدف جميل جدا جدا لصلاح محسن الار 2 اللي عملها في بداية الشوط الثاني وحط فيها نادي سموحة في البداية. طبعا اكيد احنا بنتكلم عن مباراة تانية الباتشيكو مع نادي الزمالك منذ توليه القيادة من بداية ماتش المصري، ولكن برضو انا مستمر في وجهة نظري صعب جدا جدا نحاسب باتشيكو على اي امور فنيه، وعشان كده بنشوف ان الاداء ربما ماشي بنفس الريتم وبنفس الاسلوب اللي كان ماشي مع كارتيرون. يعني محدش يظلم باتشيكو في هذا الكم من الكرات العرضيه اللي بيعتمد عليها نادي الزمالك، هو مجبر على الطريقه دي لان صعب جدا في الوقت الحالي انه يغير طريقه اللعب. نفس الامر انا قلته مع بيتسو موسيماني، حتى موسيماني نفسه قالها في المؤتمر الصحفي، انا ما اقدرش في الوقت الحالي اقدم اي افكار جديده او اي اشتغل على اي افكار جديده عشان الوقت ضيق. الحاجه الوحيده اللي ممكن نشتغل عليها هي اللياقه البدنيه، واللي هي في نادي الزمالك ممتازه. لياقه لعيبه نادي الزمالك واصله لقمه والرقم كبير جدا، هو ده اللي حتى كان السبب الرئيسي في تفوق نادي الزمالك على سموحة في الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل في مباراة النهارتين. ناخد المباراة من الاول، باتشيكو كمل زي ما الكارتيرون كان بيلعب بالاربعة اتنين تلاتة واحد، ما بيغيرش اي حاجة، نفس الرصة نفس كل حاجة. التغيير الوحيد اللي هو مستمر عليه انه بيريح مصطفى محمد حطه على الدكة، وبيبدأ دايما المباريات بكاسونجو، وربما في وجهة نظر يبقى ده امر ليه اعطاء مصطفى محمد يعني قسط من الراحه تمهيدا طبعا لمواجهه نادي الرجاء، لان اكيد اكيد طالما مصطفى محمد موجود يبقى هو مش مصاب، يبقى هو لازم يكون المهاجم الرئيسي والاساسي نادي الزمالك في اي مباراه مهمه. على الناحيه الثانيه برضو الكابتن احمد سامي لعب بطريقه 4 2 3 1 وكان مقدم شوط اول جيد واول ربع ساعه من شوط لغايه لما الفريق يتقدم، وبعد كده بدات الاخطاء اللي هنتكلم عليها. طيب باتشيكو مع نادي الزمالك زي ما قلت ما بيحاولش يغير اي حاجه، البيلدنج اب ماشي بشكل جيد جدا في نص ملعب نادي الزمالك. كانت المشكله في الشوط الاول حاجه واحده، ان الكابتن احمد سامي بدا يقول للاعيبته اطلعوا واضغطوا على لعيبه نادي الزمالك طول ما الكوره بتتحضر في الجزء ده، لان هو عارف لعيبه نادي الزمالك اول ما بيضغطوا يبداوا يلعبوا الكرات الطوليه، ودي كانت المشكله عند نادي الزمالك في الشوط الاول. لعيبه نادي سموحه ضغطهم كان اكثر من رائع في التلت الاول عند منطقه جزاء نادي الزمالك، وكان دايما بيجبروا لعيبه نادي الزمالك يلعبوا الكرات الطوليه اللي كان معظمها بيتحول الكره الثانيه بتنزل للاعيبه سموحه اللي كان عندهم بصراحه لياقه بدنيه ثابته في الشوط الاول مخلياهم يواجهوا لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك حتى لما كانوا بيقدروا يخرجوا بالكوره كان على طول الكوره بتروح للطرف عشان تتلعب الكره العكسيه، سواء للوينجر اللي جاي بشكل عكسي او الفول باك اللي متقدم، سواء كان عبد الله جمعه على الشمال او حازم امام على اليمين. دي طريقه نادي الزمالك اللي فضل مكان بيلعب بيها طوال الشوط الاول، وعشان كده ما كانش فيه خطوره الا في الكرات العرضيه اللي واحده منها جت لاوباما اللي عمل فيها التيك اوف وحط الكوره وانقذها اعتقد لهاني سليمان وجت في العارضه، بعد كده نزلت لكاسونجو بس الحكم حسبها فاول على كاسونجو. دي كانت ابرز فرصه نادي الزمالك في الشوط الاول، فرصتين ماكسيموم هما في اول 45 دقيقه. الاداء مختفي، نادي سموحه الاكثر استحواذا على الكره، الفريق الاكثر سعيا للاستحواذ نص ملعب والاكثر ضغطا، فريق كان بيمارس الضغط بشكل جيد جدا جدا على نادي الزمالك واجبره يلعب بالطريقه اللي قلت لحضراتكم عليها. طيب نقطه التحول في المباراه من نادي سموحه مع بدايه الشوط الثاني ولغايه الدقيقه 56، يعني بنتكلم على 10 دقائق من مرور الشوط الثاني، قدر
صلاح محسن انه يجيب هدف الار 2 اللي عمله بشكل جيد جدا لما استغل طبعا طيران حازم امام في الشوط الثاني والمساحه دي كانت فاضيه. نادي سموحه كان بيلعب على الاطراف حلو قوي. كابتن احمد سامي قال لعيبته يفتحوا الملعب ما حدش يلعب ضمن لجوه كلهم يلعبوا عند الخط وكان واخدين الفول باكس بتوع نادي الزمالك على الخط وتعبينهم جدا في الحته دي. حازم امام طبعا احنا عارفين ان هو فول باك طاير على طول مش طاير وبس ده بيوصل ممكن لغايه هنا اهو لغايه الحته دي. فحته الارتداد العكسي مش هيقدر يعملها بنفس المستوى على طول. فاحد الهجمات المرتده قدر صلاح محسن يخترق من الجبهه دي وحط الار 2 حلوه قوي 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 بامتياز. كان صعب جدا على ابو جبل ان هو يتعامل معاها. ايه بقى الغلطه اللي استفاد منها نادي الزمالك بعد هدف سموحه؟ ان الكابتن احمد سامي واللعيبه او خلينا ابدا باللعيبه. اللعيبه يا جماعه لوحدهم لما بيلعبوا قدام الاهلي او الزمالك ويتقدموا في النتيجه اعرف ان هم اوتوماتيك لازم يرجعوا لورا. كل اللعيبه بترجع لورا غصب عنها. ليه؟ بيبقى في احساس كده انا لو رجعت ورا بيبقى عندي قدره ان انا ادافع وامن منطقه جزاء. هنا دي نقطه تدخل المدير الفني. المدير الفني هو لازم يتدخل. هل النهارده هبدا اسيب نادي الزمالك لمده لا تقل عن 35 دقيقه بخلاف الوقت بدل الضايع ان هم يفضلوا ضاغطيني في نص ملعبه وبيعملوا هذا الكم من الهجمات ومش هتجيلهم ولا فرصه للتسجيل؟ امر صعب جدا. كان لازم على الكابتن احمد سامي يتدخل ويقول لعيبته ما ترجعوش لورا هذا التراجع الزايد على اللزوم. كان لازم برضه تستمر في انك تهاجم نادي الزمالك وتخلي على الاقل في ثلاث لعيبه او في اثنين لعيبه قدام بيستنوا الهجمه المرتده عشان تبدا مخوف نادي الزمالك وتسيبه سايب على الاقل حتى اثنين مساكين ورا. نادي الزمالك بعد التراجع بهدف كان محمود علاء بيتقدم كتير جدا هو الونش يعني كان في واحد بيتقدم وواحد بيستنى. فبالتالي ده بسبب ايه؟ بسبب نادي سموحه بدا يتراجع. وحتى بعد خروج صلاح محسن بدا نادي سموحه يفقد كتير قوي 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 من قدراته الهجوميه. هي طبعا وجهات نظر لكن تاني نادي سموحه التراجع بتاعه زايد عن اللزوم ادى المساحه لنادي الزمالك ان يعمل كم هائل من الهجمات. هي صحيح ان عرضيات كلها كانت عرضيات. اول لعيبه نادي الزمالك كانوا بيوصلوا المنطقه دي هوب تلاقي الكروس بيتلعبوا. طبعا لما نزل مصطفى محمد تم تحويل كاسونجو للطرف وبدا الاعتماد على الاثنين دول. اول ما الكره توصل لاي طرف اي جنب من الجنبين الاثنين دول بيخشوا جوه منطقه الجزاء ويلا نلعب الكره العرضيه ونستنى. وعشان كده طبعا حتى بعد ضياع ركله الجزاء نادي الزمالك استمر في هجومه. واحمد زيزو بصراحه واحد رائع 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 القوه البدنيه اللي عنده واللياقه البدنيه اللي عنده قدر يخترق الجبهه اليمنى ولعب كره عرضيه امام عاشور قابلها وفي وسط الدربكه دي قدر يجيب هدف. هدف ما فيهوش اي تكتيك ما فيهوش اي جمل بس فيه اكيد مساحه ان انا اجيب جون. ليه؟ لان انا النهارده ما بعمل هذا الكم من العرضيات. يعني لكم تتخيلوا ان من الدقيقه 55 للدقيقه 90 نادي الزمالك ارسل في منطقه جزاء نادي سموحه لا يقل عن 15 كره عرضيه. طب ما اكيد هاخد واحده على الاقل في واحده هتجيلي. وحتى بعد الهدف التعادل نادي الزمالك جابه في كره جت لمصطفى محمد في الدقيقه 87 على ما شارف منطقه الجزاء شاطها بشكل مميز قوي 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 وركنها على يمين الهاني سليمان. بس سليمان كان صاحي وقدر يعني يصد الكوره بشكل جيد. بس تاني نادي سموحه بعد الهدف ورغم ان كان لسه عنده شويه لياقه بدنيه ضيعهم في التراجع الشديد انك عمال ترجع 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 واكيد نادي الزمالك مش هيقف يتفرج عليك وهو متاخر بهدف ويضيع الوقت. اكيد حتى على كل تقدير انه هيبدا يصعد من لعبته. وعايز قبل ما اتكلم على الوقت الاضافي لازم فعلا اشيد بالونش. الونش بيقدم يا جماعه واحد من احلى مواسمه مع نادي الزمالك في فتره انا بشوف ان فيها مشكله في المساكين في مصر. وينش النهارده الشوط الاول مطلع كوره من حسام حسن داخل منطقه الجزاء تاكلينج داخل منطقه الجزاء في تايمينج مفيش احلى من كده. ولا عمل عرقله ممكن تكلفه ركله جزاء وفي نفس الوقت قدر يتخلص من الهجمه ويحولها لضربه ركنيه. الوينش بيقدم واحده من احلى مواسمه واحلى فتراته مع نادي الزمالك وكان لازم طبعا اشيد بالجهد اللي عمله في الوقت الاصلي. طيب رحنا بقى للاكسترا تايم. شكرا. اعرف ان نادي سموحه رغم حتى
لما كوفي نزل والسيد فريد نزل والكابتن احمد سامي حاول يرجع تنظيم فرقته عشان يامن نص الملعب اللي طبعا كان مفتوح جدا في نهايه الشوط الثاني وتفاعل ارهق بدنيا خلاص واللعيبه مش قادره تجري، كوفي ولا السيد فريد قدروا ان هم يقفلوا المنطقه دي. ليه؟ لان كان في مشكله في اللياقه البدنيه، الامر اللي استفاد منه لعيبه نادي الزمالك. وشفنا زيزو بياخد الكوره من هنا والراجل مستلم الكوره هنا وكل المنطقه دي فاضيه رغم ان نادي سموحه بيلعب كامل العدد ما فيش حد طلب منه، ولكن الرجوع الورك ريت عندك خلاص قل. في لعيبه موجوده كانت بتتمشى، اللعيبه بتتمشى مش قادرين يجروا، وبالتالي زيزو خد الكوره وفضل ماشي 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 كل ده، كل مساحه التسديد مفتوحه له، ما عندوش ادنى مشكله، عايز يباصي يعمل ثرو باس يلعب الكوره على الطرف يعمل هو عايز، لكن هو اختار اختيار التسديد وكان طبعا اختيار موفق جدا لان الكوره طلعت بسرعه قوي كان مستحيل على هاني سليمان ان يشوفها في وسط الخرسانه اللي كانت معموله، كان في غابه من اللعيبه واقفه قدامه اكيد مش هتخليه يشوف الكوره بشكل جيد عشان ياخد قرار ان هو يبقى عنده رد فعل ليها في التصدي، وبالتالي الكوره قدرت ان هي تروح في المرمى بالشكل الرائع اللي احنا شفناه. نادي سموحه صحيح قدم مباراه جيده، ناصر ماهر عايز برضو اشيد بيه قبل ما انهي التحليل، ناصر ماهر فعلا اداؤه اتطور جدا 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 في مساله القوه البدنيه والاحتفاظ بالكوره، في كذا كوره لناصر ماهر في نص الملعب في الوقت الاصلي كان بيحجز عليها بشكل جيد قوي وبيمنع لعيبه نادي الزمالك، حتى في كوره كانت مع طارق حامد، طارق حامد بيحاول يستخلص منه الكوره وهو في ظهره ما عرفش ياخدها، حتى برضه في كوره بعديها استلم الكوره كوره عاليه في الهواء استلمها بشكل اكثر من رائع وراح مرقص طارق حامد بطريقه التشميسه وعدى منه بطريقه ممتازه جدا. ناصر ماهر لازم نشيد بيه ولازم نشيد بالتطور البدني اللي حصل له، واكيد وهو لسه مازال معار من النادي الاهلي نادي سموحه بيخلي جماهير النادي الاهلي بتطالب الاداره ولجنه الكوره في النادي بانها ترجع ناصر ماهر للفريق ان مستواه حاليا يخليه اهل قيادة مركز بلاي ميكر، خصوصا طبعا في ظل لحد ما عدم الرضا على مستوى مجدي قفشه، ولكن اكيد قرار زي ده هيبقى راجع في النهايه لبيتسو موسيماني. عامه في كل الاحوال الف مليون مبروك لنادي الزمالك، التاهل المستحق عن في المباراه عن الاداء البدني اللي قدموه، وكمان خصوصا بصراحة احمد سيد زيزو كرقم واحد، وبرضو الوينش قدم مباراة رائعة جدا. الف مليون مبروك لنادي الزمالك التأهل النهاردة على حساب نادي سموحة، تأهل مستحق 100% نتيجة الاداء اللي قدمه نادي الزمالك في الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني والاداء البدني اللي كملوا بيه لغاية نهاية الوقت الاضافي، واكيد طبعا من مستوى احمد سيد زيزو والوينش انا اشدت بيه كتير جدا في التحليل، وان شاء الله هنشوف دور 8 قوي جدا في كاس مصر خصوصا في وجود لسه نادي الزمالك مكمل، نادي بيراميدز اللي هيقابل طلع الجيش مكمل، نادي الاهلي هيلاعب ابو قير مكمل، وطبعا نادي المقاولين هيلاعب الاتحاد، فاكيد هنشوف دور 8 قوي وهينتج عنه سيمي فاينل اقوى باذن الله. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سليمان.